بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حصل ببساطة ان هو هنا لو احنا شفنا عملنا بيج بوينت، عملنا بيج بوينت على الحدث اللي هو بتاع الكليك بتاع البوتن، وشفنا ازاي احنا بننفذ ازاي الكود بيتنفذ. هنلاقي حاجة غريبة جدا، ان كل شوية اللود بيتنفذ في كل صفحة زي ما قلنا قبل كده. يعني كل ما نيجي احنا ننفذ المشروع، او كل ما الصفحة ما بتيجي تعمل لها بوست باك او تروح للسيرفر وترجع تاني، بينفذ اللود. يعني بينفذ، يحط ان الاكس بتساوي صفر. تمام، تعال نشوف كده. ادي اهو كنا على البوتن ونشغل المشروع ونشوف. زي ما انتم شايفين هنبدأ نضغط على البوتن كده، وتعال نشوف ايه اللي حصل. هنلاقي كلمة الاكس حاليا بكام؟ بصفر. زي ما اتفقنا هو نفذ اللود الاول وحط القيمة بكام؟ بصفر. اهو تكن اف 11 بقت الاكس بتساوي واحد. تمام، وحط في الليبل كام؟ واحد. تعال نبدا نضغط تاني وتعال نشوف تاني ايه اللي بيحصل. قال لك اكس بكام؟ بصفر. ليه؟ لانه راح نفذ اللود. كل صفحه لما بتيجي تحلها او تيجي تنفذ البوست باك، فهو لازم يروح ينفذ اللود، نفذ اللود من اول وجديد. هتقول لي طيب انا هنعمل بوست باك في اللود. تعال نشوف كده. تعال نبدا نقول هنا اف if if not زي ما خدناها قبل كده page is post back if not is but. يعني لو اول ما في السيرفر، يعني انت هتتنفذ مرة واحدة فقط، هتتنفذ مرة واحدة x بتساوي صفر، دي هتتنفذ مرة واحدة بس فقط. وتعالى نبدأ نعمل big point هنا. تعال نبدأ نعمل بيج بوينت وتعال ننفذ. زي ما انتم شايفين هنبدأ نضغط على البوتن ونشوف اكسب كام؟ بصفر. دي في اول مرة بس هيبدأ يحط اكس بتساوي واحد ويحطها في الليبل زي ما شايفين. نضغط كمان مرة على البوتن وتعالى نشوف اكس بتساوي كام. ها اكس بتساوي كام؟ صفر. هو عامة هنا مقدرش هو يحتفظ بالبيانات، مقدرش اللي هو يحتفظ بالبيانات في السايت كلها. زي ما انتم شايفين حط الاكس بكام؟ بصفر. مع انك انت هنا قايل له اف البيج از بوست باك، يعني دي مش هتتنفذ الا مره واحده فقط، ومع ذلك حط لك الاكس بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى زي ما انتم شايفين مقدرش اللي هو يحتفظ بالبيانات في الصفحه دي، مقدرش اللي هو يحتفظ بالبيانات في الصفحه. عشان كده عملوا حاجه جديده اسمها الفيو ستيت. تعال نبدا نشوف ازاي هنبدا نحل الموضوع ده من خلال الفيو ستيت.